اثرت ان يكون الخطم والتوقيع في هذا اليوم في ذكرى عيد الاستقلال على نفس الطاوله التي تم فيها توقيع معاهده باردو سيئه الذكر ولكن ايضا على نفس هذه الطاوله تولى الرئيس تحبيب بورقيبة ختم القانون المتعلق بتأميم الأراضي الفلاحية في الثاني عشر من شهر ماي من سنة أربع وستين وتسعمائة وألف أعتبر أن هذه النصوص القانونية اليوم تجسد ما كنت تعهدت به منذ عشر سنوات حتى تعود الاموال التونسيه المنهوبه الى الشعب التونسي والى الدوله التونسيه كما جاء ذلك في المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ثم المرسوم المتعلق بالشركات الاهليه لأن الشباب العاطل عن العمل هو الثروة، وعندما تمكنه من الأدوات القانونية يمكن أن يحقق الكثير من أحلامه، هو في حاجة إلى أدوات قانونية، في حاجة إلى إطار قانوني، ومثل هذه الشركات الأهلية ستمكن الشباب من تحقيق اماله في الشغل وفي الحريه وفي الكرامه الوطنيه ثم الى جانب هذين النصين تم ختم النص المتعلق بمقاومه المضاربه غير المشروعه لوضع حد للتلاعب بقوت التونسيين اننا في هذا اليوم في ذكرى عيد الاستقلال نريد ان نجسده لا فقط الاستقلال السياده في الخارج ولكن سياده الشعب في وطنه في الداخل ارجو ان احقق ويحقق الشعب التونسي بهذه النصوص القانونية ما يحلم به. نحن نعبد الطريق امامه ليسلك هذه الطريق لتحقيق احلامه بالرغم من الموجات التشكيك الى اخر ذلك التي عرفناها هذه الايام عند وضع الاستشارة علم ان العدد فاق النصف المليون وهو بالرغم من كل العقبات وبالرغم من كل التهديدات والعنف على الشباب وعلى عدد كبير من الشعب التونسي الذي قام بمجهود تاريخي بذل جهدا تاريخيا غير مسبوق كما ذكرت منذ حين في الاحياء في الازقه في الانهج في الحقول بالليل والنهار في الخارج علما وان الدوله لم تدفع اي مليم بل كان ذلك كله بفضل اراده الشعب التونسي الذي سيحقق ان شاء الله احلامه واماله ويحقق بهذه النصوص ثم يعبد الطريق للحوار الوطني الذي سيتم ان شاء الله بعد التاليف والنظر في النتائج التي اضفت اليها هذه الاستشاره المستجده التي لم تعرفها الا بعض البلدان ليست بدعه على الاطلاق والكلمه النهائيه ستعود للشعب يوم تنظيم الاستفتاء في الخامس والعشرين من جويلية القادم ذكرى اعلان الجمهوريه وذكرى حركه التصحيح تصحيح مسار الثورة لتأخذ طريقها الحقيقي لتأخذ طريقها نحو صنع تاريخ جديد بتونس وربما للعالم للعالم كله أشكر مرة أخرى الشعب التونسي أشكر ايضا قواتنا المسلحه العسكريه والامنيه. اشكر الصادقين والنزهاء على ما قاموا به في الفتره الاخيره وكيف تجاوزوا كل العقبات وتجاوزوا كل المناورات نرجو ان شاء الله ان نحقق اراده الشعب وهذه هي امانه احملها بالرغم من ان الامانه ثقيله ولكن ساحملها ما دام هناك قلب ينبض ونفس يتردد